السلام عليكم. اليوم هنتكلم عن شروط الدراسة في مصر للطلاب السودانيين. إذا أنت طالب سوداني وعايز تدرس في مصر، شنو المتطلبات اللي أنت بتحتاج ليها عشان تدرس في مصر؟ سواء النسبة والأوراق المطلوبة، كل الاشتراطات اللي الطالب بيحتاج ليها عشان يدرس في مصر، سواء تخصصات طبية أو تخصصات هندسية أو أدبية. بالنسبة للدراسة في مصر للطب، الطالب بيحتاج لنسبة تتراوح ما بين 70 لـ 75% عشان يحصل قبول في جامعة حكومية. أما بالنسبة للهندسات، فالطالب لابد أن يكون حاصل عليه ما بين 65 لـ 70% عشان يحصل مقعد في تخصص هندسي. أما باقي التخصصات الأدبية بتتراوح من 50 حتى 60%. بالنسبة للرسوم الدراسية للطلاب السودانيين، بعض الجامعات الحكومية بتطبق خصم من 50 لـ 70%، يختلف طبعا من جامعة لجامعة أخرى. فخلينا نتكلم عن الرسوم الدراسية للطب. الرسوم الدراسية للطب بعد الخصم بتتراوح ما بين 1800 إلى 2800 دولار في السنة، والرسوم طبعا بتدفع على أقساط. أما التخصصات الهندسية فرسوم بتتراوح بين 1500 حتى 2000 دولار في السنة، والتخصصات الأدبية رسوم بتتراوح ما بين 1300 حتى 1800 دولار في السنة. طبعا كل الأسعار دي بعد الخصم، والخصم زي ما قلنا بتتراوح ما بين 50 لـ 70%، بيختلف طبعا من جامعة لجامعة أخرى. طيب خلينا نتكلم عن الأوراق المطلوبة للطالب إذا حاب يدرس في مصر. شنو الأوراق المطلوبة اللي الطالب لابد تكون معه عشان يدرس في مصر؟ الأوراق المطلوبة للدراسة في مصر: شهادة الثانوية العامة موثقة من الخارجية والسفارة المصرية، شهادة الميلاد، جواز السفر، وصورة شخصية للطالب، وبيانات ولي الأمر. دي كل الأوراق اللي بيحتاجها الطالب عشان يقدم على الدراسة في مصر. طيب إذا الطالب حصل على ترشيح أو القبول المبدئي، بيترتب عليه إنه الطالب لازم يدفع رسوم تسمى برسوم الوافدين. الرسوم دي تتراوح ما بين 2000 إلى 2200 دولار يدفع الطالب بعد ما يحصل على الترشيح أو القبول المبدئي. أول ما طلع على الترشيح أو القبول المبدئي، الطالب لازم يدفع المبلغ عشان يثبت المقعد في الجامعة. بعد ما دفع الطالب المبلغ وثبت المقعد في الجامعة، الطالب هنا مفروض يسلم الورق للجامعة، سواء الطالب أو من ينوب عنه. بعد تسليم الورق الأصلي للجامعة، إدارة الطلاب الوافدين بتطلع للطالب إفادة نهائية من خلال الطالب بيقدر يعمل الفيزا ويسافر على مصر. طيب خلينا هنا نتكلم في آخر حاجة عن السكن والمعيشة في مصر. السكن الطلابي في الجامعات بيتراوح ما بين 200 ل 250 دولار في السنة. أما الطالب إذا حاب يسكن سكن خارجي أو يؤجر شقة، ممكن يلاقي شقة في حوالي 3000 ل 5000 جنيه مصري في الشهر. أما بالنسبة للمعيشة في مصر، بتتراوح ما بين 100 لـ 150 دولار، اللي هي ما تعادل حوالي 4000 ل 6000 جنيه مصري في الشهر. وده كان كل حاجة عن الدراسة في مصر، من أول خطوة إلى آخر خطوة لحد ما الطالب يصل الجامعة. كنت معكم أنا عبد الله من الخوارزمي أكاديمي. إذا حابين تعرفوا أكثر عن الدراسة في مصر، شروط الدراسة وكل التفاصيل والتسهيلات للدراسة في مصر، يتواصلوا معنا على الأرقام الموجودة في صندوق الوصف. سلام.